اتقل السيد السد تجرح وجرح السد ما يلمش زي القماش القديم في خياطه ما يلمش ولو بتستلم حد يا راجل هات يا راجل ما تلمش ولو بتخانق جيرانها الحركة ما تلمش براكيبة براكيبة الست تجرح وجرح الست ما يلمش زي القماش القديم في خياطه ما يلمش ولو تستلم حد يا راجل هات يا راجل ما تلمش ولو تخانق جيرانها العركة ما تلمش شمى طبيخ الجيران شمى طبيخ الجيران شمى كده شمى طبيخ الجيران وعلى روحها على روحها ما تشمش والدم في الناس والدم في الناس والدم في الناس وعلى روحها على روحها ما تشمش لو يبص تملي لو يبص تملي ووشها مكشر وتخش تلي ملهاش فيه دايما وتتحشر الجثة قلبنا الجثة قلبنا الجثة قلبنا الجثة قلبنا عفش البيت الجثة قلبنا عفش البيت اتكسر الجثة قلبنا عفش البيت ايه الجثة قلبنا عفش البيت عفش البيت يتكسر فريق السلامة الشهداء أبطال الشهداء كل الناس العامة في الوادي السلامة معنا راديو معنا ظريف راديو كل الناس العامة في الوادي الجثة قلبنا عفش البيت كسر وهو يلم وهي ما تأثر أصل الست أصل الست يا رب اللي مسحت معايا كده ده زي الست اللي بقول نكالية نكالية قول يا عم نم قول يا عم نم قول يا عم نم قول يا عم نم نكالية ست ثانية عملت لي بانية ست ثانية عملت لي بانية قول يا عم نم حلبي على واد وندلعاه الواد راح الكلية الواد جه من الكلية الواد راح الكلية وكان بياخد المصروف من على صدر خد يا بيه على احرقي الواد راح الكلية واه من اللي كان في الكلية حاجات بقى يا احنا بنتقبلها في الكليات الواد راح الكلية وكان بياخد المصروف منين من على صدر من على صدر امه الواد الواد راح الجيش الواد راح التجنيد الواد راح الجيش يا ناس وكانت وصلته في الجيش كل حاجة على امي شغالة حمود والله الام دي والله شغالة حمود الواد راح الجيش يا ناس
كانت تصطاد في الجيش. امه يا بتجوز يا ناس، الواد اتجوز يا ناس، الواد اتجوز يا ناس. الحمد لله الواد اتجوز يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس. ابراهيم يا ابراهيم يا ابراهيم ابن البيت يا شاق فرحنا. الواد اتجوز يا ناس، يوم الدخله صالح عروسته راح احد فين؟